بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أبنائي الصغار في قصة جديدة بعنوان صديقة هدى. كان مؤمن يأكل الشوكولاتة التي يحبها، فأسرعت هدى نحوه وقالت: هل معك قطعة إضافية لي يا مؤمن؟ فأنا أحبها. ارتبك مؤمن ثم قال: لا، ليس لدي قطعة أخرى، لقد اشتريت واحدة فقط. وبعد قليل رأى الجد مؤمن وهو يمسك قطعة شوكولاتة أخرى، فقال له: لماذا كذبت على أختك وقلت أنه ليس لديك قطعة أخرى؟ فقال مؤمن: لأنني أحب هذه الشوكولاتة وكنت أريد أن آكلها أنا. فقال الجد: ولكنك كذبت، وهذا شيء حرام يعاقبك الله عليه. فقال مؤمن: لم أكن أعلم أن الله سيعاقبني على هذا. فقال له الجد: استغفر الله وقل الحقيقة لأختك واعتذر لها. فذهب مؤمن إلى هدى وأعطاها قطعة الشوكولاتة وقال لها: أعتذر لك يا أختي، فإن معي قطعة أخرى وقد كذبت عليك. فسامحته هدى. وفي اليوم التالي حضرت نورة صديقة هدى لزيارتها، ولما رآها مؤمن أخذ يضحك وقال لها: لماذا أنت قصيرة يا نورة؟ حزنت نورة بسبب سخرية مؤمن منها، فقال له الجد: لقد ارتكبت شيئا محرما مرة أخرى، فاعتذر يا مؤمن. اعتذر مؤمن لنورة، ثم قال مؤمن لجده: لماذا الكثير من الأشياء حرام؟ فقال له الجد: على العكس، لقد أحل الله لنا كل شيء ينفعنا وهي كثيرة جدا، وحرم الله علينا فقط ما يضرنا ويؤذي غيرنا، والحلال والحرام شرعهما الله لنا لتكون حياتنا أفضل ونعيش في هدوء وسلام. فكل شيء حلال هو نافع لنا ولغيرنا، وكل شيء حرمه الله فيه ضرر لنا ولغيرنا. فقال مؤمن: أعدك أن أبتعد عن الحرام وأفعل الحلال فقط. وفي الختام: يا سادة يا كرام، لا يحلو الختام إلا بالصلاة والسلام على أشرف خلق الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.